يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن بعض أئمة أهل السنة من العلماء ينكر الشفاعة التي هي من وجبت له النار يشفع له ألا يدخلها؟ إيش؟ يقول هل صحيح أن بعض أئمة أهل السنة من العلماء ينكر الشفاعة والتي هي من وجبت له النار بأن يشفع له ألا يدخلها؟ ما أعلم أحد من أهل السنة ينكر الشفاعة في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار أو أن يخرجوا منها إذا دخلوها، ما أعرف أحد. هذا ما على مذهب المعتزلة، يعني مذهب المعتزلة هم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، المعتزلة والجهمية. نعم.